قبل قليل شن طيران جيش الاحتلال غارتين على محيط موقع الراهب قبالة بلدة عيتا الشعب، ومن ثم اعتدى بالقصف الصاروخي على أطراف بلدة عيتا الشعب، وكذلك كان هناك غارة على المنطقة بين بلدة الظهيري وعلمة الشعب في القطاع الغربي، وسبقها غارة مماثلة على أطراف بلدة اللبوني في القطاع في أقصى القطاع الغربي. اليوم أيضا إضافة إلى ما أسلفت عن استهداف المقاومة لثلاثة مواقع إسرائيلية، يعني قبل نحو 40 دقيقة أطلق صاروخ باتجاه هدف في مستعمر تشتولة، اتجاه هدف عسكري بطبيعة الحال في مستعمر تشتولة، ودوت صافرات الإنذار في تلك المستعمرة. وأيضا كان هناك اعتداءات إسرائيلية على منطقة بين مروحين ورامي قبل نحو ساعة من الآن، يعني منذ نصف ساعة تقريبا هدأت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية أو توقفت نقول حتى الآن، بعد يعني التوتر شهدناه بعيدة الرابعة من عصر هذا اليوم، بدأ بقصف إسرائيلي واعتداءات على خراج بلدة مروحين وشيحين ووصولا إلى عيتا الشعب، وكما أسلفت عدة بلدات في القطاع الأوسط بدءا من محيبيب وصولا إلى مارون الراس. يعني هذه الاعتداءات كانت كلها بعيدة الرابعة، ومن ثم كان استهداف المقاومة لثلاثة مواقع وهي الملكي وجل الدير وموقع الراهب الذي أصيب بشكل مباشر، أصيب عمود الإرسال في ذلك الموقع، وبطبيعة الحال دمرت أجهزة الرقابة والتجسس التي كانت لا تزال قائمة على ذلك الموقع، علما بأن هذا الموقع تعرض لأكثر من استهداف من المقاومة منذ 29 أول أكتوبر الفائت. يعني في هذه الأثناء باستثناء طائرات الاستيطان الإسرائيلية التي تحلق باستمرار فوق هذه المنطقة يشوب الهدوء الحذر، عدا عن أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت فوق هذه المنطقة ونفذت طيرانا دائريا وألقت البالونات الحرارية، إضافة طبعا إلى ما أستفتي عن استهداف كتائب القسام لبنان مستعمرة نهرية ب16 صاروخا، وذلك انتقاما للمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال إن كان في غزة أو في لبنان. نعم.